السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أرحب بحضراتكم في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان. سيادة الرئيس، إذا كانت الجائحة قد ألقت بظلال وخيمة على المستوى الصحي والاقتصادي والمعيشي للشطر الأعظم من سكان الكرة الأرضية، فإنها وربما رغما عن الجائحة فقد أماطت اللثام عن الحاجة الماسة لإعادة ترتيب احتياجات البشر. فقد عاد من جديد السؤال عن أولوية الاهتمام بالقطاع الصحي والحاجة الماسة لتوفير مظلة حماية اجتماعية مرنة، الحاجة لدعم الحاجات الأساسية لما يتعلق بالحقوق اللصيقة بالإنسان، الحق في توفير سبل الحياة الإنسانية اللائقة كأساس أشمل لما يقتضيه الاستيعاب الأوسع لمعنى حقوق الإنسان. إن عالم ما بعد الجائحة يحاول التقاط أنفاسه لنقف جميعاً على مسافة واحدة من الإنسانية التي جمعتنا وستجمعنا، العالم الذي لا تنظر فيه أمة على أن لها الحق في أن تفرض رؤيتها أو تصور ما بشأن معالجات حقوق الإنسان، ذلك العالم الذي أدرك أن عيشنا المشترك ضرورة لا مفر منها، وأن الحق في الحياة والعيش الكريم مقدم على سائر الحقوق. سيادة الرئيس، إن المحاكاة لهذا العام في صورة جلسة خاصة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان، وجدير بالذكر أن المجلس هو جهاز حكومي تابع لمنظمة الأمم المتحدة تم تأسيسه عام 2006 خلفاً للجنة حقوق الإنسان، والذي توسعت اختصاصاته وأصبح ولاية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بإعلاء قواعد حقوق الإنسان على مستوى جميع الدول. ومما هو جدير بالذكر أن المجلس يتألف من 47 دولة تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل بين الدول. هذا ويشارك في المحاكاة هذا العام 115 من شباب العالم يمثلون 47 دولة، وهي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 8 دول من الدول المراقبة في المجلس، بجانب تمثيل 15 من المشاركين للمنظمات غير الحكومية و5 لتمثيل المجالس القومية. السيد الرئيس، لا شك أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع مفهوم الأمن الدولي أمام الأمن القومي، مما حدا بجميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلى حماية أمنها القومي من خلال غلق حدودها مع دول الجوار والإسراع في جلب رعاياها من الدول الأجنبية وحظر السفر والتنقل. وبحسب منظمة الصحة العالمية، حتى الآن تم إعطاء أكثر من 5 مليارات جرعة من لقاح كورونا على مستوى العالم، ذهب أكثر من 80% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، على الرغم من أنها تمثل أقل من نصف عدد سكان العالم، وهو نفسه ما جعل إفريقيا تحصل على 2% فقط من مجموع 5 مليارات و700 مليار جرعة تم إعطاؤها عالمياً حتى الآن، على الرغم من كونها ثاني أكبر قارة على مستوى العالم. هذا ويجتمع شباب العالم الآن لمحاكاة مجلس حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى بعض التوصيات التي نقوم بعرضها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لعل وعسى ونتمنى أن نصل إلى حل يوفر توزيعاً كاف وعادل بين الشعوب. سيادة الرئيس، قام ممثلو الدول بإلقاء بياناتهم التي تعكس جهودهم الوطنية وطموحات شعوب الدول التي يمثلوها للتعافي من الجائحة والتحديات التي يواجهوها، وسنستكمل الآن بيانات الدول ثم المنظمات غير الحكومية، ثم سيتم اعتماد مشروع القرار الذي سيصدر عن الجلسة. والآن إذا سمحت لنا سيادة الرئيس أن نستكمل فعاليات هذه الجلسة، فلتبدأ.
Your Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I hereby declare صاحب الفخامة السيدات والسادة أعلن افتتاح الاجتماع الثاني من الجلسة الاستثنائية بالدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان. سنستكمل قائمة المتحدثين. على القائمة وفد كوبا، الكلمة لكم. Gracias, señor presidente. إن هذه الفوضى التي ضربت كل مجتمعاتنا في دول مختلفة، لم نرى قبل ذلك هذه الخسائر تسببها جائحة مثل منذ الحرب العالمية الثانية. الكثير من الأسر فصلت بعضها عن بعض، الكثيرون دخلوا في نطاق البطالة، أكثر من 5 ملايين من الأشخاص لقوا حتفهم بسبب هذه الجائحة. إن دولتنا كوبا التي أكدت كثيرا على ضرورة المساواة في الحصول على اللقاح وفي الوصول إلى الأدوية، نحن نعرف أن كوبا تعتبر أحد أكثر الدول التي قامت بتلقيح وتطعيم معظم أفراد شعبها، وقمنا بإنتاج لقاح خاص بنا على المستوى المحلي وقد اتضحت نتائجه الممتازة. بالنسبة إلينا الاقتصاد، تم الإضرار بالاقتصاد بسبب هذه الجائحة، لأن اقتصادنا يقوم أيضا على السياحة، والسياحة قد توقفت تماما على المستوى العالمي. كما أن كوبا قامت بتصدير اللقاح المصنع محليا إلى دول أخرى، خاصة الدول التي في حاجة للحصول على هذه اللقاح. لذلك نحن نعلن هنا أننا لا يمكن أن نحافظ على حقوق الإنسان إن كان هذا الأمر بالنسبة إلينا أمرا مهما، ولا نرى أي نوع من أنواع المساواة في توزيع اللقاحات على الدول المختلفة. بما أن السيد ميغيل برمودي وهو رئيس جمهورية كوبا قد أعلن أن النيوليبرالية الجديدة وهذه الرأسمالية الشرسة التي لا تعنى أبدا ولا تلتفت إلى الفقراء، لكنهم لا يعرفون أن الجائحة عندما تأتي تقضي على الأغنياء كما تقضي على الفقراء. لذلك يجب علينا أن نقوم بالتوسع في إعطاء اللقاح ووصول اللقاحات إلى كل الدول، خاصة تلك الدول التي تأثرت تأثرا شديدا بهذه الجائحة. لذلك نحن نحث كل دول العالم على أن تقوم بإعطاء هذه اللقاحات دون النظر إلى أي نوع من أنواع الشقاقات السياسية أو الاختلافات. شكرا جزيلا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. هذا هو المتحدث الأخير على قائمة المتحدثين. الآن ننتقل إلى قائمة المنظمات غير الحكومية. ممثلة تحالف البحر الأبيض المتوسط للمشاركة السياسية ممثلا عن المنظمات غير الحكومية. شكرا سيد الرئيس. إن تحالف البحر الأبيض المتوسط يشعر بعميق القلق إثارة تنامي الآثار بعيدة المدى والسلبية بسبب الوباء وتأثير ذلك على الفئات المهمشة، حيث تركت الفئات الهشة والضعيفة وحيدة في مواجهة هذا الوباء. إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حددت وأشارت إلى زيادة العنف المنزلي ضد النساء والفتيات نتيجة زيادة فترات البقاء في المنزل. وأشار مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو بأن السجون بيئات عالية الخطورة في ظل الجائحة، لأنه بالإضافة إلى الإهمال المنهجي هناك عدم كفاية في أنظمة الصرف الصحية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ التحافل إلى أن التأثيرات المذكورة للجائحة ازدادت شدة في البلدان النامية من حوض البحر المتوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في مصر، ورغم التطور المحدود الذي ظهر في صورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن التحالف لا يزال قلقا إزاء أعمال التمييز ضد النساء والأقليات والمجتمعات الضعيفة الأخرى، فضلا عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني. أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع المتدهور للسجون والسجناء في مصر في ظل استجابة حكومية محدودة، ما أدى إلى انتهاكات في حقوق الإنسان لهذه الفئات المعرضة للخطر. نحن نناشد الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. شكرا لك سيدي الرئيس. بهذا البيان الأخير لقد انتهينا من قائمة المتحدثين. لقد طالبت مصر بحق الرد إعمالا بالقواعد الإجرائية لمجلس حقوق الإنسان
إليكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، إن وفد جمهورية مصر العربية قد طلب الكلمة إعمالا لحقه في الرد على تلك الإدعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي يرفضها جملة وتفصيلا. وفي هذا الإطار أود أن أحيطكم وأحيط المجلس بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان. السيد الرئيس، لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة في ملف حقوق الإنسان، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية، والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها، ولكن امتدت لجوانب عدة. فعلى صعيد الحق في الحياة، واجهت الدولة المصرية بشراسة نيابة عن العالم عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف وصدبيئة إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد. تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإلغاء مادة حالة الطوارئ إيزاناً ببدء الجمهورية الجديدة في مصر، جمهورية قوامها العدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. السيد الرئيس، في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة، والتي أعطت مثالاً إيجابياً يحتذى به في حق المواطنين بالحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات تكافل وكرامة ومئة مليون صحة، والتي تهدف جميعاً إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري العظيم واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له. كما تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدماً ملحوظاً باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلاً عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية. وأولت الدولة المصرية أهمية خاصة لملف تمكين الشباب، حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر لأربع نسخ من منتدى شباب العالم، والذي يحظى بالرعاية المباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالمياً التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر. السيد الرئيس، إضافة إلى ما تقدم، كثفت الدولة المصرية جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي ونشر روح التآخي، مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساساً للحقوق والواجبات. ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس، والذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة، ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالانتقاد الخاص بأوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وكلها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة، فقد بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير،
وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية. فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون، ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه. وعلى صعيد أوضاع السجون، بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق 3 سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مرة أخرى. سيد الرئيس، ما كان لكل ذلك أن يتم بدون شراكة حقيقية وهادفة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني، والذي يساهم في تطوير البرامج والاستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراكمة. وتكريماً لدور المجتمع المدني، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ومن قبل ذلك كانت دعوة سيادته لتعديل القانون المنظم لعمله تشجيعاً له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام في بناء الجمهورية الجديدة. وشكراً سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. I wish to thank you all. شكراً، أود أن أشكركم جميعاً لبياناتكم وإسهاماتكم في هذا النقاش. الآن سوف ننتقل إلى صياغة القرار واعتماده. قبل ذلك أود أن أذكركم جميعاً بأن عملية التصويت لأعضاء المجلس فقط، أما الدول المراقبة لن تكون مشمولة في أن تشارك في هذا التصويت. وسوف نتبع نفس المعيار المتبع في التصويت خلال الجلسات السابقة. وأود أن أذكركم جميعا أن وقت الحديث أثناء التصويت سوف تكون 3 دقائق. السيناريو المتبع قد وزع عليكم بالفعل تيسير عملكم، وسيقوم المجلس الآن سوف يعتمد S34 بشأن جائحة كورونا وتداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان بحيث تناوله الاعتماد. أعطي الآن الكلمة إلى ممثل جمهورية مصر العربية لأن يقدم لكم نص القرار بعد مراجعتهم. إليك الكلمة سيدي. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. تقدمت جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة الإفريقية بمشروع قرار أمام المجلس حول سبل احتواء تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان. وسيقوم وفد جمهورية مصر العربية بتلاوة مشروع القرار على النحو التالي. مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة رقم 34 بتاريخ 11 يناير عام 2022 في مجلس حقوق الإنسان، إذ نسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ونؤكد من جديد المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذ تثير التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا على حقوق الإنسان العالمية على وجه التهديد الحق في الحياة والحق في الصحة، وإذ ننظر مع التقدير إلى الجهود التي يبذلها مرفق كوفاكس في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم، وإذ نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والحق في التنمية، وإذ ندرك تماماً ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية للمتضررين من الوباء، وإذ نسلم بأهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الأعضاء بشأن المسائل العالمية، وإذ ندرك تماماً الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسريع جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان. لذلك
نوصي بما يلي: أولاً، نظراً للأثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة، نوصي المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على هذا الحق وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تمييز، ومن بين هذه التدابير إلغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات، وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات. ثانياً، على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية، فنوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة في التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة. ثالثاً، التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا، والالتزام بمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للتصدي للجائحة، وأن يتم تطبيقها بطريقة غير تمييزية. رابعاً، إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات جائحة كورونا، ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي. خامساً، التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية. سادساً، قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة، وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلى تكنولوجيا مكافحة جائحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة أقل وفي أقرب وقت ممكن. سابعاً، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجتمع المدني، ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها. ثامناً، تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة جائحة كورونا. وإذ يرجو وفد جمهورية مصر العربية بأن يدعم المجلس مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملاً في تحرك عاجل لاحتواء آثار وتداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية. شكراً سيد الرئيس. Thank you, Your Excellency. شكراً لك سيدي. أفتح المجال للإدلاء بأي تعليقات، ووردت إلينا الطلبات من وفد فنزويلا. الكلمة لكم. في المقام الأول أود أن أهنئ الجميع على هذا التنظيم الرائع. كما قلت قبل ذلك أن الأكثر معاناة من هذه الجائحة هم الموجودون في الظل، هؤلاء الفقراء الموجودون في بلاد أخرى. المسألة بالنسبة إلينا يجب علينا أن نقوم بتغيير وجهة نظرنا، فقد أجبرتنا الجائحة على تغيير توجهنا للعالم. نحن لا نعرف ماذا تركته فينا الجائحة وماذا
سيبقى مما فرضته علينا وماذا سيذهب بذهابها. لذلك المسألة بالنسبة إلينا أن نفكر سويا بصوت عال وأن نتعاون سويا جميعا، وهذا هو محور عملنا المهم. المسألة بالنسبة إلينا أننا يمكن أن نصل إلى معادلات أكثر مجهولة أكثر مما نتصور، لذلك التعاون مطلوب بيننا بين الجميع. هذا ما سيصل بنا إلى اليقين، هذا ما سيزيل الغموض الذي يكتنف حياتنا بسبب هذه الجائحة في جميع أنحاء العالم. هذا ما وصلنا إليه من خلال المناقشات التي خضناها اليوم وعلى مدى الأيام السابقة. لا أعرف طريقا آخر للخروج من هذه الأزمة إلا التعاون. إن فنزويلا كدولة تشجع الجميع على المشاركة. نحن نعمل بجد في بلادنا حتى نفرض النظام والمساواة والعدل في جميع أنحاء العالم. شكرا جزيلا سيد الرئيس. هل وردت إلينا أي طلبات للإدلاء بالتعليقات العامة؟ لا أرى أي طلب للكلمة. إذن إن مشروع القرار S34L سيعتمد بالإجماع، تقرر ذلك. يمكنكم التصفيق.